سمعتوا في الأونة الأخيرة باللي غيتقطع الإنترنت قريبا، وباش تأكد الأمر قالتها وكالة ناظر. مهم هذاك الموضوع ما دخلناش فيه. موضوع ديالنا المهم دابا هو قبل ما نتعمقوا في الإنترنت. كان عندنا الإنترنت ياك، ولكن قبل ما نتعمقوا فيه زعما حاليا دابا حنا متعمقين فيه تقريبا معظم الوقت ديالنا كامل راه يدوز في الإنترنت وفي التليفونات. نهضروا لكم على الجيل ديالي أنايا والجيل اللي سبقي وكذا، المهم واللي بعدي شويه وصافي. الشيء الاخر فاقوا على التليفون. الجيل ديالنا كاع ما كاش عنده هذا الشيء اللي راه عندكم دابا في الصغر ديالنا. بعدا طبعا الحال في الصغر ديالنا دابا، وانتم الصغر ديالكم دابا. حنا ماشي كبرنا، ولكن راك عارف انا هي كنبان صغير وصافي، راكم عارفين كبير في الله. الجيل ديالنا عاش الطفوله ديال بصح، ماشي بحال هذا الجيل اللي مليح العين وهو في هذا التليفون. معظم الوقت ديالو كامل كيكون في الانترنت، في السوشيال ميديا، في الالعاب. ملي كان صغير مو كيبسطها كتقول له ايوا اش ندير هاك التليفون نوض. هذيك هي الغلطه الكبيره اللي كيديروها الوالدين، كتعطي التليفون لولدك وهو عنده عمره 3 سنين ولا ما عرف 4 سنين. عشان مرات راه التطبيقات راه كيستغلوا هذيك اللقطه وكيبقى يدير الاشهارات، كيبقى يدير الاشهارات وكيبقى يوصل له ميساجات. تلاحظوه تلاحظوها بزاف من يكون نقاب التليفون البز، كتلقى عنده الاشهار يخرج له التطبيق. خو هو ما يدخلش التطبيق كتلقى عنده اشهار يخرج له قبل ما يدخل للتطبيق. ولكن في شي واحد راشد ولا راه ماشي تحتاله، ولكن صورك عار هذاك الصغير، الطفل الصغير اللي حياته كامله فاتت في التليفون ما عاش دوك التفاصيل اللي عشناها حنايا. التفاصيل الصغيره، المغامرات الصغيره اللي عشناها حنايا في الطفوله ديالنا. ما لعبش بدوك اللعاب التقليديه اللي كنا نلعبوا بهم، بزاف د الحوايج كنا نلعبوا بهم، يعني شي بحال هاد بالزهاد ولا من التورتينات. حنا الالعاب ديالنا كانت فيها واحد النوع من كتحرك زعما الرياضه، راه كانت فيها شويه واحد النوع تاع الرياضه اللي كنا نديروها، فيها النوع ديال رياضه القلب. بحال انا نعطيكم مثال بواحد لعبه كنا نلعبوها هذه الشعار، واحد اللعبه كنا نسميوها ان تخوا دينيفري. انا نفهمكم شنو هي اللعبه اللي ما كان لي صحاب وجدا يكونوا عارفينها قدام، نهضر لكم على اللي زعما ما عارفين يقدروا ما يكونوش سامعين بها ولا يكونوا مسميينها بسميه اخرى. كنا نقسموا، كانوا هكا 10 كيجيو 5 5 5 فريق منا وفريق منا، 5 منا و5 منا. يا رب نكون شرح مزيان. هاد الخمسة خصهم يجريو على هاد الخمسة، خصهم كل مرة يقبضوا واحد. المهم كي يقبضوا واحد كيديروا فواحد البلاصة، كيديروا فواحد البلاصة راه مقبوط ما خصوش يهرب. تيجي واحد ويقول واحد ان دو تخوا دينيفري قدامه وعاد يهربوا بجوج، خصو يجي يسلكهم. فهمت؟ كتقبضوا منا وكديرلو هكا صافي راه تقبض. بقا حنا كنا مسمينها لعب، ولكن راه كانت في نفس الوقت رياضة. كنا نتحركوا، كنا شوية نتحركوا. دابا راه فاشك تحرك، تحرك لي فري فاير ولا تحرك لي في البوبجي. فين هي مات الزربوط؟ فين هي مات النيبلي؟ يا مات اللي كنا واحد النهار واحد لقيت اخوتي ملي كنت صغير، والله الا قسم بالله ميت هكا قوطي، قوطي ديال النيبلي، قوطي ديال النيبلي. ما عرفوش كان عندي تماك موهبه ولا ما عرفتش. المهم كنت نلعب حفر بزاف، ما كنتش نلعب. كانت واحد اللقطه كانوا نلعبوا طوع ما كنتش ما عنديش معاها، ولكن كنت نقول له لا ما تلعبش معايا طوع، لعب معايا حفر. لما يحفر نديلو كاع حوايج. فين هذوك الايامات اللي كنت كتفيق بكري مع السبعه؟ تفيق بكري مع السبعه زعما باش تقبض هذيك السويعه ديالك تحفظ فيها، تقبض هذيك السويعه ديالك باش تفرج في التلفازه سبيست ولا ام بي سي 3، تفرج ذاك الكارتون ديالك المفضل. كاين شي مرات كانوا يديروا دراغون بول، كانوا يديروا شي مرات سبونج بول. كان واحد الوقيته كانوا يديروا واحد ايامات كنت نتفرج لك سميتو جوارب ولا ما كياكل تقاشر بزاف. غادي نبينها لكم هنايا. كنا نفيقوا بكري إيه باش تفرج كارتون واحد باش تمشي لك مع 8 ل 12. ما كانش عندنا 8 ونص هذيك الوقيته، كانت عندنا الساعه القديمه. كنا نمشيو مع 8 12 تخرج تمشي تفرج سبونج بول. مرات مشيت تعاود كاين جوج 6 تولع هذاك تدخل للدار كتلقى عاود كاين شي كارتون يمكن دراغون بول شي حاجه لا. المهم كانت دعوه زينه. يا مات اللي كنا في العطله نمشيو نديرو رحلات، واحد يقول لك جيب بطاطا، واحد يجيب الموس، واحد يجيب البصله، واحد باش نديرو طاجين. مشيو نتحركوا شويه نبدلوا الجو، كنا نتحركوا كنا نفسوا تنفسوا. يا ربي تسمح لي. كنا عاد نمشيو عاد كنمشيو نشفروا في الزور الفواكه، كنا نمشيو نشفروا التشين الخروب التوت وايش الخوخ. انا بدا كانت عندي قصه كبيره مع واحد الدري. كنا كل نهار نمشيو من 8 الصباح حتى العشيه كنجي مقرع من ذاك الماكله، ما كنجي شبعان كنجي مقهوب. كنت الخروب كان يهمني كنا ناكله ونجيبو معايا نبيعو.
نبيعوه هنايا في الحومه يا رب تسهل. ايه هي مات تنبال، تعرفوا تنبال، كنا نشفروا الحديد، ماشي كنا نشفروا الحديد، كنا نلقاو الحديد نقطوه وكذا ونمشيو نبيعوه. هاك عارف باش نمشيو نبيعو، شو مرات كانت الدعوه شويه حاسقه كنا نمشيو نبلو. راك تشوفوني بحال هكا تقولوا هذا راه مشي ولد الشعب ولا شي حاجه، راه هذا الشيء كامل دوزتو والله قسما بالله. سولي يعرفوني شي كامل دوزتو. مات اللي كنا نلقطو نبك ندوز نبك والله كانوا يحكرون واحد الوقيته الدراري كبار والله كنا نوضو معاهم الرش. انا هكا دابز حومه ضد الحومه، يعني دازو حوايج زينين قبل الانترنت. حنا ما نقولوش الانترنت ماشي هو ماشي زين، ضاف شي صوالح زينين، ولكن حنايا عندنا واحد البرمجه في العقل نتبعو الشهوات بزاف، بحال اللي كيغريونا داك الشيء فيه هو حوايج زينين، حنا كنبعدو الحوايج الزينين والصحيين وكنمشيو للحوايج اللي مرض وكذا، فهمتني؟ وكيمرضوا لك العقل ديالك والدوبامين كيطلع بزاف. يعني هذيك الوقيته علاش كانت بنادم، علاش كان بنادم زعما يحس بحوايج زينه ولا كان دوبامين صحي؟ دابا الدوبامين بحال اللي على بزاف، عرفتي شنو هو الدوبامين؟ بلا ما نقول لكم شنو هو الدوبامين، هو ساعات ما كيعلى بزاف، كيجي واحد الوقيته كينخافض، خافض بزاف، كتبقى تشعر بالاكتئاب. علاش ايامات دابا ظهروا الاكتئاب بزاف، بنادم ولا ينتحر بزاف، بنادم دايما كاره كيقول لك 2019 كانت زينه و 2020 ما بقات زينه. التليفون هو اللي ماشي التليفون، ولكن يعني الحوايج اللي في التليفون والحوايج اللي في الانترنت كذا خلاو الدوبامين يرتفع واحد الدرجه اللي هائله جدا. داكشي علاش ما بقيناش كما كنا. الانترنت الى تقطع راه تقطع، ودوك الحوايج واش يولي ولا ما يوليوش الله اعلم. يقدر يولي لولادنا، يقدر ما يوليوش الله اعلم. دوك الحوايج اللي درناهم يقدروا ما يوليوش كاع، يقدر يبقاو غير ذكريات، ولكن كانت ذكريات جميله جدا. كنا نلعبوا البلاي واخا كان الانترنت، ولكن ما كناش متغمسين فيه بزاف. كانوا السيبيرات، نمشيو للسيبيرات تبع جوج سوايع وتولي تخلص الفلوس باش تمشي تفرج في شي فيديو ولا تلعب شي لعبه ولكن دابا ولا كلشي ساهل، بخير ولا عنده وفي الدار اي حاجه يدخل لها. يعني الدواء سهلت والدواء ولات سريعه جدا. بنادم دابا ما يقدرش يكمل لك حتى هذا الفيديو، ما يقدرش يكمله لك، بقاش هو في السكرول في التيك توك ولا هو يولف لك السكرول في انستغرام. حتى نجمه سته ولاو عندهم الريلزات عادي يتفرجوا في فيسبوك، يتفرجوا في انستغرام. يعني حتى واحد ما راه سالك مع هادشي اللي حنا صاري هاد دابا، ما كنا نديرو والو حيت اصلا ما كناش ما نعرف. يمكن هادي كنت تكون هكا بنت 2006 بحال هكا واحد الوقيته هادو ما عاشوش، راك عارف حنا لا عشنا. علاش بنادم ولا يقول لك الوقت ولا يدوز فيه الساعه؟ بنادم كثر هاد كورونا، كثر كورونا بالضبط جات كورونا كلشي ولا مبلي بالتليفون، مابقاش ما يبقى ما يدار، فهمتني؟ واحد البنت قالت لك نهضروا مع والدينا، واه كنا نهضروا مع والدينا، نجلسوا معاهم. دابا كتهضر مع والديك ولا كنت مخير كابط في التليفون، علاش ما بقات السيرات الرحيل؟ علاش الوقت ولا في السيفوت؟ ولا تسرق اساتذه يعطيونا نكتبوا في الدار الجروبات. عندك تصيفطها شي وحده، شي واحد في قسمي صيفطها لشي شفتها ما طنقت. يا فلوخه يا الفلوخه راني نشوفكم 24 ساعه على 24 ساعه انتم اونلاين. مين مينين اخوات كي جاتكم هاد البلاصه نزيد نعمرها حتى انا بالتصاور؟ راك موبر كي واتشين كارتونز. واه حقا كنا نلعب، كنا نتفرج في السيديات افلام. مشيت شريت من المدينه من سوق المليليه، كنت نشري السيديات تشاو. ولا كنت خدي به اليامات. تعرف شكون هذا؟ هو البلاي ان. شوف هذا المهم، هذا هو البلاي ان، هذا هو اللي كنت نقضي به الوقت. كانوا كنت نقضي فيه يمكن شي 8 سوايع ولا ما تحكرش. هذا راه كان واخا يحما يبقى، هذا هو الدوريجين. المهم كاين واحد سليم واحد، المهم انا مبلي باللعب من بكري واحد الان باقي هكا. وزعما كان زعما القلب المانيطا، المانيطا عندي خاسره، كان لقى المانيطا خدام باقي خدام، كان لقى المانيطا نولي هذاك اللعب في هذا قادر غراض هو بليد صافي. خليت لكم بليد قدام هذا الشيء. المهم هادو كلاسيكيات احبهم والله، كنت ولات كاين العاب زينيه في هاد الصور بحال كيما هذا على خدام اللي عنده شي مانيطا ولا تاع حق خوت اللي عنده شي مانيطا تاع بلي ولا يصيفط هذا تما باش نوليو اللعبه هاد الصور. واحد انترنت اللي تقطع تقطع، اللهم نبداو نلعبو الالعاب. وعندي الدي في دي، عندي السيديات ديال الدي في دي، عندي السيديات ديال بلي ان. عندي انايا باش نقضي، وانتوما واش تقضيو مورا تقطع الانترنت؟ راه تماك قولوا كان اذا درنا اسم الابوني او دير ابوني، ما حد مازال ما تقطع الانترنت دير لي ابوني ولا غادي نجي نتحمل. يلا تشوف.